قرابة العام ونصف مضى على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أنتجت واقعاً جديداً فرض أثاره على العالم كله في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ليجد العالم نفسه مضطراً للتعامل مع الواقع الجديد والبحث عن مخرج للأزمة قبل تطورها لمراحل أكثر صعوبة وتدهوراً. الاهتمام الدولي بما جرى في أوكرانيا على مدار 16 شهراً الماضية دفع الدول الأوروبية للدعوة لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي تنطلق دورته الثانية في لندن الأربعاء المقبل 21 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 60 دولة وأكثر من 1000 شخصية من رواد أعمال ومستثمرين. من جانبه قدر البنك الدولي احتياجات أوكرانيا العاجلة بقرابة 14 مليار دولار لإصلاح الأضرار الناجمة عن المعارك، في حين سيحتاج الاقتصاد الأوكراني نحو 441 مليار دولار ليستفيق مما لحق به من أضرار منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022. سيشهد المؤتمر مشاركة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في حين سيحضره افتراضياً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كما تشير التوقعات إلى أن أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيلقيان كلمة تشهدها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين في العاصمة البريطانية لندن.